سنين حتى نهايه هذا الاسبوع، بيرجع الاستقرار، بترجع الاجواء الربيعيه المستقره وارتفاع تدريجي بدرجات الحراره القمر حتى يبلغ ذروه ارتفاعه نهايه هذا الاسبوع، وتكون الاجواء تتحول من اجواء ربيعيه دافئه الى اجواء حاره نسبيا نهايه هذا الاسبوع، وحراره تكون اعلى من معدلاتها يوم الخميس القادم باغلب المناطق والمدن السوريه من 5 الى 8 درجات مئويه، والاجواء بتكون صحوه بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتوسطه والعاليه، كما تبقى الاجواء السليميه المغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه هي سيده الموقف. البحر عم يكون لليوم وبكره خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، درجه حراره مياه البحر عم تكون 23 درجه. بشكل عام يعني في تحذيرات فقط من النشاط بسرعه الرياح الغربيه لليوم ولبكره، وتتجاوز فيها سرعه الهبات ال 65 كيلومتر بالساعه تحديدا نهار بكره بالجنوب وبالوسطى وبالساحل. ومن الاجواء الحاره نهايه هذا الاسبوع تحديدا ايام الاربعاء والخميس القادمين، وتدني مستوى الرؤيه الافقيه بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه بسبب الاجواء السديميه المغبره. اما درجات الحراره المتوقعه بدءا من العاصمه لليوم 30 13 القنيطره 24 11 القلمون المرتفعات الجبليه 21 10 درعا 30 14 السويداء 25 14 المنطقه الوسطى حمص 24 13 حماه 28 13 الحسكه منطقه الجزيره 29 15 بالساحل السوري اللاذقيه وطرطوس 24 15 بالسهندال حلب وادلب 27 11 دير الزور المنطقه الشرقيه 30 16 الرقه 28 14 البادية مدينة تدمر 29-14. هذا كل شيء بالنسبة للأحوال الجوية، الانخفاض بيكون لليوم ولبكرة، ومن السنة حتى نهاية الأسبوع الاستقرار على جوية وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بمنزلته ونهاية الأسبوع. نعم شكرا لك استاذ حسان الجردي، ومثل ما سمعنا هادي حيكون في ارتفاع درجات حرارة ضمن الأسبوع القادم.